Roda na strat! Ej, ماشي. يلا بسرعة. المصابين عنا كتار سيدي، اللي شو نعمل؟ انت اترك لي حميم والباقيين قوصهم براسهم وارميهم. بس سيدي في ناس اصاباتهم خفيفة. حتى الاصابات الخفيفة بلاغوا. ما حسنتوا تصيبوا هليكوبتر، سامحتكم برواحكم، شو بدكم اكتر؟ عرفوا للمحل؟ فضلك ليش؟ أنا ما إلي علاقة أبداً.
سهرتي معه؟ مو حضرتك امبارح كنتي مع مراد؟ اصلا انا قلت لك اني كنت معه امبارح بالليل، ما عملت شيء ابدا بالسر عنك، حتى ما كنت بعرف المحل، وغوز اجا واخدني من الطريق. انا ما قتلت مراد على مدارب بيتك مشان ما تتعرضي للخطر، وحضرتك عرضتيني وعرضتي معسكري كمان للخطر. هو كان شخص واحد وانتو كنتوا الف، ما قتلتوا يا وهي كمان انا المسؤولة عنه؟ لو انت المسؤولة ما كنت هلأ عم تحكي قدامي. اوعك تهددني مرة تانية. قلتلك ما رح هددك، بس اوعك تخليني اندم، اوعك. ما فيني شيء. سيد جوهر لازمنا دم بسرعة. خدوا مني قد ما بدكم. انت زمرة دمك غير زمرته. نجدة لساتك واقف، اركض دبر دم. حاضر خالي. خالي وضعه سيء. عمليته كانت ناجحة ونقلوه على الغرفة، بس خسر دم كتير. اذا ما صار عنا دم يكفيه فممكن تصير معه مشكلة. معلم، أصدقائنا الدكاترة قالوا إنه وضع الطيار منيح وما عليه خطر ودخلوا على العمليات، وبنعتقد ما رح يصير معه مشكلة بالرحلات القادمة. طيب بس يطلع أعطيني خبر. معلم، عم بتصل بتركي بيك موبايله مسكر، لو ما بتقول عم يتهاون بشغله ما كنت رح حاكيه. فهمنا حسني. والخال زازا إصابته خطيرة وهو بمشفانا. مين يلي ضرب زازا؟ رح جيب لك مراسلنا جوهر وهو بيحكي لك التفاصيل. ناديني يلا شوف. تركي كيفكن؟ مناح معلم، انتو كيفكن؟ مناح، كل شي مثل ما قلت لك؟ عم نحاول معلم، لأنه تليفوناتنا مراقبة ما عم بحكي بالتفاصيل أكتر، بس ما في داعي إنك تقلق. طيب ماشي تركي. لا تفحصيني، روحي افحصي ابراهيم حضرة الممرضة، وضعه اصعب من وضعي. لازم افحصك، ضغطك عم يطلع عالي. وقت البنات الحلوين بيمسكوها لايدي بيرتفع ضغطي، بيرتفع معي حتى السكري. ما فيه شيء، ما هيك حضرة الممرضة؟ ضغطه طلع مرتفع سيد تركي.
يعني ما حيصير عليه شيء. سيد تركي، لو انت بتتركنا لحالنا لحظة اكيد بيرجع بينزل ضغطي. بورتشين ممكن تطلعي شوي؟ حاضر. انت رح تطلع والان سيبورتشين بتضل عندي. انا بعرف نزل الضغط احسن سيد فكرت. ها نزعت اللي مزاجي من غير شي زعلان على ابراهيم. لا تقول ما قال لي، بس يوم ابراهيم من مرضته بالسلامة رح يهجم عليكم شمال ويمين. اي يهجم بتصير حلوة كتير، بلكي بيروح بيقتل ارسوي. شو مراد مات؟ هيك لازم يكون، بس ما كان معنا وقت لنتأكد من موته، يا دوب أخذنا الخال وأسعفناه. أنا مو قلت لكم تهتموا بذو الفقار جوهر؟ من جهة القول قلت، بس نحن ما عملنا شيء للزلمة، هو تجرأ وتجاوز حدوده معنا وراح. جوهر، إذا ما اشتغلنا بزلمة إرسوي بمين بدنا نشتغل؟ إذا ما مات أنا بخلص عليه. بلكي مات زازا؟ الله لا يقدر. يطيب زازا وبعدين بنبقى بنحكي. يلا تحرك يلا. لو اخدينه من هون كان كتير منيح. بلش مخك يشتغل وقت انكسر انفك. ما بدك تقرب من قوي صالمة؟ رح ناخده رح ناخده بدون ما نقتل رجال كتير. شو رح تعملوا بالانتخابات هاشم غرفة؟ تعرف من سنة الخمسين بتركيا التصويت سري والفرز علني سيد أويصال. الأغوات صاروا ديمقراطيين كمان هاشم آغا؟ تعرف عشيرتنا بكل منطقة إلى مرشح بتدعمه، ما في شيء اسمه حزب واحد بالنسبة إلنا. نحن إلنا كم صديق لازم ندعمه شوي، وخاصة بالمناطق يلي أنت قوي فيها. وهدول أصدقائك مع استمرار حراسة القرى ولا هن ضد هالشي؟ هالقصة النواب مو هن يلي راح يقرروا، نحن منقرر هالشي. في منهم معارضها ومنهم بيدعمها. انت لا تتطلع عليهم، اعملوا يلي منقلكن عليه وبيكفي. ما بحسن وعدك فيهم كلهم، بس اكيد ما بضرك. إرسوي كمان عنده قائمة؟ بجيوب المخاتير كمان في قوائم، وبدك ما يكون عنده لوبي قائمة. عم تحكي مزبوط. جماعتنا مكتوبين هون هاشم آغا. سمعت شغلي، انت صديقي وما بصير خبيه عنك. ميماتي باش عم بيقول بدي خلص على هاشم آغا، هيك عم بيقولوا هني. هاشم آغا سفينة بالبحر، لو بيغرق كم موجة كان غرق من زمان. أنا يلي أصدرت عليهم الحكم، ما بقى يحسنوا يقوموا. Thank you.
اغا وقفوا السيارة اللي ورا، ما اجت ورانا. حضرة الشرطي، ليش موقف هاي السيارة؟ عم نفتشها. أمي ماتي، شو عم تعمل؟ الشرطة؟ أنا ما رح أوس على الشرطة. امشي. الظاهر طالعين من هون. ما في جرحى؟ لا ما في، المكان مهجور تماما. بيكونوا اخذوهم على شي محل تاني، لازم نعرف وينهم هدول. قاتلين كل الجرح. ماشي يا البير، شكرا. إيش شيء؟ ايه اجا. دم مين هاد؟ دم وحده ست. لا منيح منيح، بلكي بيتغير طبعه وبيلين شوي. ولك نجدة تاي عملي بتنعمل. ولك دب اللي من وين جبت دم للخال؟ الله يسلمنا الست حياتي يا خال. جوهر، خالي بخطر؟ لا لا ما في شيء. يسلموا ايديكي. دخيلك، المهم يشفى الخال زازا. مراد مات، ما هيك جوهر؟ حتى لو ما مات ما عنده فرصة تانية يعيش. طلع خالك بيحبني أكثر منك يا جوهر، فهمت هالشي؟ هذا خالنا، عنده قلب شفاف مثل الإزاز يا قدر. من كتر ما بيحبنا روح حاله كرمالنا. تعا معي عوزك. لو سمحت يعملوا لي الإجراءات كلها وحضروا لي التقرير فورا. ولك انت شلون بتعطينا خالي دم مرة؟ خالي؟ ليش في فرق بين دم المرة ودم الرذال؟
معناتها الله ليش خلق الرجال بدم رجال والمرأة بدم المرأة؟ قول لشوف يا حمار. الله ما عمل هيك تي خالي، خلق ذمر ذمر. ذمر ذمر؟ لك هي البنت مغنية، بدك ياه يغني ليل نهار مثل ذو الفقار؟ خالي انا قصد عطيته دم الست حيال حتى ما يكتب كتابه عليها، فهمت علي ليه؟ لك يا اهبل، هي بتصير بالحليب مو بالدم. زازا عاملة؟ ايه هو سيدي. وحضراتكم كيف بتسمحوا تصير هيك بهدلة؟ المعلم مراد ما بيحب يكون حواليه ناس كتير، وقت بلتقي بصاحبته معلم. وهلا شو وضع زازا؟ قالوا بالمشفى ووضعه خطير. لما بفيق مراد قولوله ما يعمل اي شيء بدون علمي. حاضر سيدي، بتأمر. سيدي خاطفينه لهاشم آغا. مين اللي خطفه؟ عم بيقولوا اللي عملوها ميماتي وعبد الحي. معناتها مراد على ندار شانن حملة شاملة. هالزلمة ذكي أكثر من اللازم، ما عم يخلينا نتنفس. ميماتي باش كان واحد ذكي، أخذنا عقله من راسه. وحتى ننهي مراد على مدار لازم ناخذ له عقله من راسه. يعني ما تواخذيني، أنا فكرت بشي تاني بنتي. بشو فكرتي ماما نازك؟ بهالفترة شغلكن كتير، يعني ما فكرت بموضوع الخطبة أو العرس. اصلا هي مو خطبة، فريد عرض علي الزواج وانا وافقت. الخطبة والعرس شغلات بتجي بعدين. لك بنتي انت لبستي الخاتم، معقول لسه فيها بعدين؟ يعني شو لو قال لك الشاب يلا بدنا نخلص فورا؟ لازم نستعجل بعمل الخير. عزميه المساء على العشاء، جيبيه معي نتعرف عليه نحن كمان. هالشي بيسعدني كتير بابا عمر، بدي تشوفوه انتو كمان. تعرفوا ما قلي حدا غيركم. انت حكيتي بالقصة مع مراد، بيعرف شي؟ بيعرف بيعرف، قالي تجوزي فورا، مو خايف من اني يصير بلوي عليه؟ لهيك فرح. فرح بنتي؟ لك ليش لا يفرح؟ حكمة مراد بيغاروا عليكي، لا تنسي انا اللي مربيتهم على ايدي. اذا فاضي هو كمان خليه يجي المساء، بنقعد كلنا سوا. لا والله أنا ما بتصل فيه بابا عمر، بتصل فيه بلطشني طون حكي. نزل سلاحك ولا عطي خبر للآغا تبعك. آغا اجا هاشم آغا. نحن زعلناك بدون قصد ممدوح آغا، حفيدك ما ممكن يرجع، بس ما منترك دم حفيدك يروح هدر. يلي بدك تعمله بغريمك اعمله انت. عفوا بنتي، جابوا هاشم آغا لعنا، بس انا ما قلت لك شيء.
لا ليش هيك؟ عزيزي تركي، مو جمل هاد حصان. مثل ما الجمل بالنسبة إلك، الحصان بالنسبة إلي. معك وقت تفكر منيح. أنا بحياتي ما شفت هيك حركة. يا ما لسه عندي حركات. رح علمك عزيزي، رح علمك. عزيزتي بورتشين، ممكن تعملي لي قهوة؟ تكرم. بورتشين، قديش انت بتكسبي مصاري؟ ما عندي مشكلة بتتعلق بالمصاري سيد فكرات. طيب شو عندك انت مشكلة بقدر انا حلها؟ الله يخلي لنا السيد تركي بحل كل مشاكلنا. من الجمل الازعر. لا تقولي ما قال لي يا بنتي، بس هذا الجمل ممكن ينخ. لا مو هيك. بعرف يا حلوة، كنت عم امزح معك. إذا طلبت منك شغلة لمرة واحدة، أرجوك سيد فكرات لا تعملها. نبهني السيد تركي وقال لي قديش حضرتك بتلاحق النسوان. طيب قليلي، ما قالك قديش أنت بتكوني كبيرة علي؟ أنا عمري 22. أنا ما طلعت فوق 21، لا بالقمار ولا بالنسوان الحلوين يا حلوة. ومع هيك مو هي مشكلتي. أنا بدي منك معروف تاني. تمام. إذا جثة الواحد وقعت بالبحر وما طلعت، معناها لساته عايش. إبراهيم شو هالحكي هاد؟ الزلمة وقع بالبوسفور. شو ما بتعرف تيارات البوسفور كيف؟ أنا بعرف تيارات البوسفور، وبعرف السيد فكرت كمان. هو بيعمل كل شي لحتى ما يموت. جرب وما مشي الحال، أم مات قبل موته بقى. معناها أنا بحرق كل اسطنبول. لا تقول ما قال لي. عفوا بابا، انت طيب بالاول. انا منيح كتير بنتي. حريق شو ما بدك وانا وراك. هاي الشغلة بتوصل لقرصوي. انت اللي قلتها. بابا انت شو بدك تعمل؟ يا الله، حاولت اخدع مراد على مدار، قلت يمكن مخبي عني شي. مع الاسف يا بنتي عمك فكرت مات. بابا الظاهر انك ما بتحبني ابدا. شو هالحكي بنتي؟ من كم يوم وانت عم تزعلني كتير، بعمرك ما زعلتني. بنتي انا بهي الحياة ما حبيت غير انتي وعمك السيد فكرت. الو نعم، بدي احكي مع السيد ابراهيم. مين عم يحكي؟ انا بورتشين. بابا وحده اسمها بورتشين بدها تحكي معك. بورتشين؟ انا ما بعرف هيك وحده. عفوا منك بابا، هلا مو فاضي لك. قالت مو فاضي. لي لانه انت بتكوني رفيقتي. يلا. انا صديقة السيد فكرت، اكيد لازم احكي مع السيد ابراهيم. عم تقول صديقة عمو فكرت؟ ما بدي احكي بنتي، ما بدي احكي. عفوا يا خانم، بابا هلا ما بيحسن يحكي. هاتي التليفون. عزيزتي بيري، اعطيني ابوكي. مين عمو فكرت؟ تركك هلا من عمو، كل التليفونات مراقبه.
يلا بسرعة أعطيني أبوكي. ولك إبراهيم، كيف بتصدق إنه أنا متت؟ آه ما عم صدق، إذا صدقت بكون حمار سيد فكرات. سكوت ولا تذكر اسمي يا دبدوب. ضل تفكرني ميت. الآن سبورت شين بتعرف وين أنا؟ هي بتلاقيك، بوسك من بين عيونك يا دبدوب. وانت جاي لا تشي فاضي. ايه تمام. وينك يا سيد فكرات؟ تعال كش ملك. ما كان لازم تعملها يا عزيزي تركي، مات ملكك. اسمعيني بورتشين، صرت مديون لإلك، عرسك على تركي على حسابي أنا. ولا تقولي ما قال لي، هيك جمال ما بتلاقي مثله بكل بلاد الترك والعجم. هذا لك وهذا لي. لا يا هاي البنت الحلوة غرقانة فيك يا تركي. هلا حسني كمان بيقلي نفس الحكي، بس أنا ماني حاططها ببالي. لهلا ماني مصدقة بابا. ما عرفتي شي ولا شفتي أي شي ولا سمعتي بشي بنتي، فهمتي علي؟ لمين بدي أقول بابا؟ أنت معتبرني بنت صغيرة مثل العادة. ما حكى معك مراد على المدار؟ ما قال لك لا تعملها؟ لا تقتل باران؟ وقت اللي إجا كانت الشغلة خالصة. كيف بتفكر إني ممكن أقتل ابنك لتقتل حفيدي؟ وقت هدول قتلوا ابني بشو فكروا؟ أنا ما قوصت لأقتل ابنك، كان رح يقوص على ميماتي، قمت قوصت على رجله. بدك يانا نقدم لك حساب؟ أنت هون لتقدم حساب؟ أنت واحد ما بتفهم بالحكي أبداً. مراد على مدار أنقذ لك ابنك وأنت رحت وقفت معه لإرصوي. مشان هيك قتلت ابني؟ إيه لهيك قتلناه. بابا ممدوح لسه بدك تخلي هذا يحكي؟ أنتوا ورجيتوني إنكم كبار، مسكتوا عدوي وجبتوا لي إياه، ورجيتوني إنكم أصدقاء، بعد هلأ هي شغلتي. مثل ما بدك. أنا رح أنهي هذا الدم قبل ما أموت. وكيف بدك تنهي؟ رح تنتهي هي الشغلة مع هاشم أغا هون وببيتي. يمكن من هون وهيك ما تكون عشيرته وعشيرتي أصدقاء، بس ما رح يكونوا أعداء. أنا كتير بتأسف على اللي عملته معك طول هالسنين. أنا طلعت ما بعرفك أبدا. أنت يا ممدوح يلي بتعلم الأغوية لكل الناس. ممدوح آغا، يا ريت ما تقرر فورا. أنا هذا القرار عاطيه من زمان، بس دائما كان يدخل بيناتنا حدا، اللي بيروح ما بيرجع. لو أعرف إنه الجرح بقلبي رح يندمل بقطع هاشم أغا تقطيع. ما بيندمل. روح هلأ من بيتي وبسرعة، لا تطلع قدامي مرة تانية.
شو ما في رجال هون يقتل اللي قتل ابني بلا دم وبلا قلب؟ بكفي بنتي، هي قلة أدب. اوعك تقرب. اختي شو عم تعملي؟ كيف قتلت لي ابني؟ كيف حرقت لي قلبي؟ نزلي هالسلاح. انت بدك تبهدليني قدام العالم؟ قلتلك نزلي سلاح. بعد من قدامي. اذا بدك تعوصي اوصيني الي. اقعد. قتلت لي ابني وقتلت لي ابي. وصيتي إلكن تدفنوني جنب ابني. ميماتي، ميماتي، ميماتي.